قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي رعاه الله اليوم بزيارة تفقدية إلى المنطقة الشرقية من الدولة وشملت عددا من المدارس فيها، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة سير العملية التعليمية في الدولة مع بداية العام الدراسي الجديد. وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في مستهل زيارته لمدرسة القدوة للتعليم الأساسي والثانوي بمدينة كلباء بالمنطقة الشرقية لقاء طالب خليفة عبد الله علي الكعبي الذي هنأه سموه على إقدامه وتصرفه النبيل وما أبداه من شجاعة في إنقاذ 4 من زملائه كانوا برفقته على متن حافلتهم المدرسية عندما شبت فيها النيران يوم أمس وهم في طريقهم إلى المدرسة. نحن جايين نهنيك نهنيك على هالشجاعة، وانت بتقول المثل ربك واخوانك ان شاء الله وعلمتهم درس. خليف كم عمرك انت؟ ما عمري 12 سنة. ما شاء الله. الباص يمشي ولا واقف؟ الباص في البداية كان يمشي، بعدين بابا فجأة وقف قام يطلع بخار نار من وراي. نار؟ انا قلت ويوم السايق طلع انا طلعت مسكت ربيعي من كتفه ودزيته قدامي. والباص انفجر من وراي؟ نعم. وتفقد سموه برفقة أمن عبد الله الزايد مديرة المدرسة والطالب خليفة الكعبي مرافق المدرسة والصفوف الدراسية فيها، وتعرف على سير العملية التعليمية وما أعدته المدرسة من تجهيزات من شأنها مساعدة الطلاب على التحصيل العلمي بأعمال الفكر بعيدا عن أسلوب الحفظ والتلقين، بما يسهم في تعويد الأطفال على التفكير العلمي وتشجيعهم على الإبداع. وشدد سموه خلال الزيارة على أهمية مواصلة العمل على تطوير المناهج الدراسية ضمن مختلف المراحل التعليمية بما يتماشى مع التطور العالمي ويواكب المستجدات في شتى المجالات، لافتا سموه إلى دور المدرسة كحجر الزاوية في بناء الأجيال الجديدة. توجيهاتكم دائما نكون موجودين في الميدان، والأبطال مثل خليفة هو واجب نتشرف مع سموك إذا سموك بكام وشجر. يلا أبشر. أنت قلت لي بس 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 باكم شجعان مرة ثانية إذا صار شيء. مبروك. كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مدرسة وادي الحلول للتعليم الأساسي للبنات حلقة أولى، حيث كان في استقبال سموه أمل الزعابي مديرة المدرسة والتي تصادف كونها والدة الطالب خليفة الكعبي، حيث هنأها سموه على شجاعة ابنها الذي قدم مثالا للبطولة على الرغم من صغر سنه. وقد وجه صاحب سمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤسسة الإمارات للمواصلات بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني في الدولة لإشراك سائقي الحافلات المدرسية في مختلف أنحاء الدولة في برنامج تدريبي متخصص للإطفاء والإسعافات الأولية، وذلك لإعداد هؤلاء السائقين وتدريبهم على التعامل مع المواقف الطارئة وكيفية السيطرة على أي حريق قد يشب في حافلاتهم قبل أن يتفاقم، لضمان قدرة تعامل السائقين بكفاءة مع مثل تلك المواقف من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات.